احتفل التحالف المصري بالانتهاء من صب آخر مكعب من الخرسانة المدموكة في جسم السد الرئيسي بتنزانيا واكتمال الأعمال الإنشائية للسد الرئيسي التي استمرت على مدار 687 يوما منذ تحويل مجرى النهر في 18 من نوفمبر عام 2020. جاء ذلك في تقرير استعرضه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في إطار متابعته للمشروع تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أكد مدبولي اهتمام الرئيس السيسي وتوجيهاته الدائمة بمتابعة هذا المشروع الذي يعد حلما للأشقاء بتنزانيا، وضرورة أن يقوم التحالف المصري بالتنفيذ على أعلى مستوى من الجودة.